اليوم غادي نوريكم كيفاش دريسيت بوبيز. بوبيز زوينة، غادي تشوفوا كيفاش تدريسها من الالف الى الياء، من ا حتى لزد، من نهار جبتو وليد الصاد حتى لها بالنهار هذا، باش تشوف الصاد كيفاش تخلي الفرخ ديالك يدير البلبله بحال هذا. الناس اللي كيشريو من عندي الفريخات كيقولوا لي خويا ياسر حنا ما بغينا حتى حاجه، ورينا الطريقه كيفاش كدريسي بوبيز، وبغينا الفرخ اللي شرينا من عندك ندريسيه حنايا ويطلع بحال بوبيز. كيفاش كنت كنوكلو؟ اش كنوكلو؟ اش كنشربو؟ فين كندير بوبيز؟ وشنو السر الصاد في هادشي كامل حتى طلع بوبيز بحال هكايا؟ يا بسم الله نبداو الفيديو ديالنا. عمرني صافا درت شي فيديو جالس من نهار كنت تضرب في رجلي. ياس الخير والسلامه، ما فينا اللي تضرب عاوتاني. ولكن اليوم غنديروا وسط واحد الفيديو جالسين حيت ما نكذبش عليكم، الناس ديال انستغرام غيكونوا عارفين البلان كامل وعارفين اشنو طرا البارح. الا بغيتي صافا انت تكون من الناس اللي عارفين شطاري ومع ياسر فلوكس ديما الجديد، حاول صافا تابونا في انستغرام وبقى ديما اكتيف وبقى ديما تشوف لي ستوري وغادي تعرف اشطار. ولكن صافا انت نعاودوا الكلافير. البارح الدراري مشي ضربت اول حصه في لاصال ديال مسكيلاسيون، مشيت الصاد ترينيت وضربت اول حصه وما نكذبش عليك من بعد ربع سنين وانا حابس. وملي الصاد رجعت ترينيت اليوم راه لحمي كامل كيعقرني دق دق فصل وتقول لي زلي شي كاميو. دونك صاريت الصاد انني ندير فيديو جالس شويه حيت صراحه نديروا المكانه والخاتم العجيب، كنحس بشي حاجه ناقصاني في الفيديو. الو اليوم غادي ندويو على واحد لو سوجي اللي تطرح بزاف ديال المرات. خياسير بوبيز راه اللهم بارك، خياسير راه بوبيز تبارك الله زوين، خياسير كيفاش دريتي بوبيز؟ خويا ياسير كيفاش نطلعوا شي فرق بحال بوبيز؟ ها ناشي بوبيزة زوينة. ثاني حاجة السؤال اللي كيتطرح هو الناس اللي كيشريو من عندي الفريخات، يعني كيشريو من عندي الوليدات. خويا ياسير ملي تبيع لينا فريخ انسيبارابل، دابا غندويو على لانسيبارابل الوليدات، ما غندويو لا على كاروبسيت لا مولينا والو، غادي ندويو على الوليدات على البوبيزات، بوبيزات صغيورين. الناس ملي كيشريو من عندي الوليدات كيقولوا لي خي ياسر ما كرهناش ملي تبيع لينا فريخ تلوح لينا معاه فيديو، ماشي شوف شويه من هذا كيفاش توكل، شوف شويه من هذا كيفاش تكبر، شوف شويه من هذا، بغينا صاد فيديو اللي يكون شامل وكل شيء فيه، يعني تعطينا الفريخ وتعطينا معاه الفيديو اللي نشوفوه من ا حتى لزد سال الفيلم. وهادشي ان شاء الله اللي غادي نديرو اليوم. ولكن قبل ما ندخلو للسوجي ديالنا بغيت نقول لكم الدراري مرحبا بكم في انستغرام، مرحبا بكم في فيسبوك، مرحبا بكم في تيك توك، مرحبا بكم في لاشين يوتيوب اللي كتفرج فيها دابا. انستغرام كل نهار لي ستوري وتعرف اش طاري عندي ياسر فلوكس، تما الجديد ديالي وتما كنبيع الفراخ، تما كنبيع الوليدات، تما جايه الجيف واي 100 كا. ثاني حاجه فيسبوك، تما لي ميني فلوك، تما اللايفات، تما الاستفاده، تما الصاد جايه نص مليون ابوني وجايه الجيف واي تمايا. هاد الثانيه. ثالث حاجه هو تيك توك، تيك توك الصاد كنلوح فيها بزاف ديال المعلومات، كندير فيها اللايفات، كندير فيها كاع داكشي اللي غادي تحتاج باش تكون بخير وعلى خير انت وفريخاتك. وبيان سور الناس ديال تيك توك كندير لهم مسابقات تمايا. دونك هادشي غتلقاها الصاد في الديسكريبسيون، نخليك ونعول عليك الصاد، دخل دير بوز الفيديو، دخل تابونا فيهم كاملين من راس لراس ومرحبا بك عشير. الو كيفاش اخويا ياسر دريسيتي بوبيز وكيفاش بدا معانا من ا حتى لزد؟ من نهار تعطينا نبداو معاه من الالف الى الياء باش يولي مزيان ويولي بحال بوبيز. النهار اللي جبت بوبيز، جبت بوبيز الصاد كانت عنده، كان هو وواحد خوه بيض وواحد خوه اخر صفر، كانوا هما ثلاثه ديال البوبيز خديناهم. ملي الصاد تاخذ فريخ غادي ديرو في كريطينه، كرطونه الصاد فاش غادا تفيدك هي اللي غادي تحيد الصاد، حيد حيد كرطينه الصاد غادا تنفعك انك تخلي الفريخ دافي، ولكن الكرطونه بوحدها ما كافياش، الكرطونه ودير فيها النجاره، النجاره اول حاجه باش انك تشرب البزق وما يتوسخش لك الفرخ، ثاني حاجه كتخلي الفرخ دافي، ثالث حاجه ما كتخليش الفرخ كيبقى يلعب وسط الكرطونه. شريتي الفرخ، شريتي النجاره، درتي فيها، شريتي الكرطونه، درتي الامور كامله، غادي تبدا انك كيفاش توكل الفريخ، غادي تحتاج سوغانك ميديكال اوريجينال، خليني الصاد من داكشي ديال، غادي تخدم بحال هادي. بالنسبه للناس اللي كيسولوا منين نقدروا نشريو هادو، ان شاء الله في الاخر ديال شهر جوج غيجيني لاريفاج ديالهم، غادي تشري الماكله، الماكله عزل اللي بغيتي، لا داعي لذكر الاسماء اصلا. كيفاش غادي توكل هاد الفريخ هذا وشنو الطريق؟ التاكيل اليدوي فيه جوج طرق، ياك ابوبي جيتي عندي باش نوريهم، يلا زيد مزيان ملي جيتي باش نوريهم كيفاش يوكل. التاكيل اليدوي الدراري فيه جوج طرق، انترن واكسترن، داخلي وخارجي. اشنو هو الداخلي؟ هو كتعطيه السرنج وتخشيها حتى للداخل، مثلا هالفرق ونخشي ها تلو جاب كتخشي تقريبا قد هكا تل داخل وكتصر رق
مرة واحدة. هذه تقول لي هذه سهلة. سهلة اه ولكن فيها الريس. شحال من واحد صاد قتل فرخو بهالطريقة هذه. ثاني حاجة تأكيل يدوي الخارجي او لا اكسترن. اكسترن اشنا هو؟ اكسترن هو كتوكلو غير من فمه. كتوكل الفرخ غير من فمه وهو كيتكلف بديك العملية ديال انه يدوزها من هنا ويهبط. يعني ما كيكونش عندك انت الريسك ديال انك غتقتل الفرخ ولا شي حاجة. ندويو على لانسيبارابل انه وحدة غادي تستعمل فيهم. غادي تستعمل فيهم الصاد هاك. فوالا هالطريقة الدراري. لانسيبارابل انا شخصيا كنوكلو من برا. لانسيبارابل دغيا كيشبع يعني غير شويه توكلو مره با 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 دغيا كيشبع ويعني سهله هالطريقه هذه وما فيهاش الريسك هذه الاهم. دونك نتايا ملي تشري فريخ لاول مره كرطونه نجاره الماكله سوران ونوكل غير من برا. غادي تقول لي الماكله واش دافيه ولا بارده؟ عمر الماكله كنوكلوها بارده الدراري باش نكونوا متفقين. علاش هاد البلاصه؟ الماكله الدراري هي اول حاجه اللي دفي الفرخ كتحافظ ليه لا شالور ديال الجسم ديالو. ثاني حاجه ماكله دافيه كتهضم دغيا، ماكله بارده كتبقى لاصقه هنايا. اوكي ما فيها باس الصاد. كنديروا واحد القضيه كنخلطوا الماكله بالماء دافيه كنديروها بحال الناس اللي كيصوبوا لي بيبرون، الناس اللي كيصوبوا الرضاعات لاولادهم ونديروها. اوكي هذه مزيانه كنعرفوا باللي مزيانه وما غاديش تحرق الفرخ. ملي كنلقاوها مخلطه مزيان ودافيه وما كتحرقش الفرخ نوكلوه من برا. هذا لا سيبارا. واش الماكله جاريه ولا قاصحه؟ ليامات الاولى ملي تكون عنده 15-16 يوم ما كنديروهاش جاريه بحال الماء وما كنديروهاش قاصحه بحال العجينه، كتكون بينو بين بحال هكا. شتيها؟ اوكي شحال من وجبه في النهار غادي تقول لي؟ انا غادي نحاول نجاوبكم على كاع دوك الاسئله اللي كتسولوني في انستغرام وفيسبوك، نحاولوا نجاوبوا عليهم في الفيديو. شحال من وجبه في النهار؟ ما بين 3 حتى 4 الوجبات كافينا الدراري. اوكي ما بين 3 حتى 4 الوجبات حسب انت اللي بغيتي. دير الصاد واحد الفارق ديال ما بين 4 حتى 5 السوايع من ما بين كل وجبه وكل الفريخ ديالك. بوبيز غادي وكيكبر، بوبيز غادي وكيكبر. ما كنقتصرش الدراري غير على الماكله. الا كنتي كتقتصر غير على الماكله باقلوح في الكارطونة سالا الفيلا مستد على الفرخ عمرو غيطلع الشاط بحال بوبيز داصر. اوكي علاش هادشي؟ الفرخ ملي كدوز معاه بوبيز اش بابا زيد يلا قام يا بوبيز فوالا. علاش الفرخ هكا كتعيط ليه كيجي كيطير وكذا؟ الفرخ كيعني انه مدوز معاك الوقت ومدوز معاك اطول مده باش الصاد كيربط معاك ديك العلاقه. وكلو ولعب معاه، وكلو وشد معاه السوم، وكلو وعطيه وقيت. ماشي انت كتوكلو كتسد عليه وكتقول لي مالو ما تدريساش. سي نورمال الصاد ما يتدريساش حيت ما مولفكش، حيت ما دوزتيش معاه وقيت بزاف ياك الخوينز بويزه زوينه. دونك tu dois créer une relation. خاصك دير الصاد واحد لا رولاسيون، واحد العلاقه مع الفرخ ديالك. راه ماشي مجرد با وكل سد لوح كرتونه وطفك الزهر. هادشي راه ما خدامش هادشي. الفرخ غادي وكيكبر الفرخ غيبدا يحاول انه يطير. اللي كيبدا الفرخ يطير ملي بدا كيطير بوبيز كنبدا معاه بلي غابيل. اشنا هي الغابيل؟ الغابيل هو هذا. ها بوبيز هوب زيد عندي هادي ملي جا عندي هادي هي الغابيل. لو غابيل هو كتحط الفرخ بعيد عليك. طاق بويس اجي خليا اجي ملي نجي نعطيه السوران. طاق كيفها بصاتكم كوره دار شي حاجه زوينه، دار شي حاجه اللي يستاهل عليها الماكله او لا اون ريكومبونس. ملي كتبقى تخدم معاه كل مره هادي كيولفك كيولي يجي عندك تعيط ليه يطير يجي عندك. يعني هنا الفرخ كيتاطاش عليه. غادي الفرخ كيطير، غادي الفرخ جناوحو كيقصاحو، هنا غادي تبدا تلعب معاه بالزوان، ما تبقاش تلعب معاه بهادي، غادي تبقى توكلو، مي تبقى تلعب معاه بالزوان، غيبدا يحاول يبدا يطرطق، يبدا يلعب، يبدا كذا، ملي بدا يلعب بالزوان، غادي الصاد ديك الساعة تنقص ليه الوجبات، تبقى تعطيه وحدة في الصباح ووحدة في الليل، ووسط النهار تعطيه الزوان باش يتفطم، باش يتعلم ياكل لراسو، ملي الصاد يبان لك الفرخ كياكل لراسو، تقدر تبقى تعطيه وجبة في النهار ديال السورانك هكا باش تبقى محافظ عليه على لا سونتي ديالو، وما يدعفش. وملي تاكد الصاد باللي الفرخ ولا كياكل مزيان وكيطرطق الزوان وكياكل مزيان حتى كيشبع حبس عليها الصاد السورانك. وديك الساعه الصاد ها انت عندك بوبيزه زوينه وبهالطريقه الصاد دريسيت بوبيز ولا بوبيزه زوينه ولا المغرب الصاد كيعرفوا الحمد لله. وبهالطريقه غدريسيت انت الفريخ ديالك وغيولي عندك فريخ مدريسي. نتمنى انني نكون جاوبت على التساؤلات ديالكم كاملين. دابا عاد جيتي يا قلت لك قبيله جي علاش ما جيتيش؟ وليتي في قلعه انت صحاب راسك اش صحاب راسك شهرتي وليتي كضرب الملايين ديال لي في وليتي باغي تعيق علينا ولا كيفاش هادشي؟ بايز ديالي فولو.
وهذا هو البلان الدراري. نتمنى تكون شتي واستفدتي وعرفتي كيفاش دريسيت بوبيز وجانت تطبقها مع الفريخ ديالك اللي تشري من عندنا، وان شاء الله تعالى يطلع بحال بوبيز، وعلاش لا يطلع حسن من بوبيز الصاد. وهذا هو البلان، كان معكم ياسر، تهلاو ليا فروسكم، تهلاو بطويراتكم، تهلاو بالحيوانات اللي كتربيو. ما تنساش مرحبا بك في انستغرام، ديما كنعطي النصائح تما وديما تستافد. وهذا هو البلان الدراري، كان معكم ياسر، كنبغيكم بزاف انا وبوبيز. تهلاو ليا فروسكم، تهلاو فريخاتكم، تهلاو بالحيوانات اللي كتربيو. Peace! I'm waiting to die.